السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخواني واهلا وسهلا بكم. معكم زياد هادي، استاذ آلة العود والغناء في معهد الموسيقى الوطني في بغداد. ارحب بكم اليوم، ومثل ما اتفقنا على انه اليوم دورتنا الجديدة اللي هي بدت من الان، دورة بالتدريس ودورة بالفيديوهات الجديدة لتعلم آلة العود من خلال التمارين اللي تقوي الأصابع وتقوي أيضا الريشة. هذه التمارين حتى تكون شوية مبتعدة عن تعلم الأغاني على طول، والطريقة الكلاسيكية تكون طريقة جديدة. لذلك نلاحظ احنا في الدرس السابق أخذنا تمرين 14، الآن تمرين 15. قبل ما أبدأ بتمرين 15 وهو تمرين تنقل الأصابع على زند العود، وهذا مفيد لكم، احب انه انوه على الدورات الموسيقيه اللي هي اشتراك شهري، عباره عن 8 محاضرات شهريا، اشتراك شهري اونلاين وياي مباشره، وعن طريق هذا المفتاح او عن طريق هاتف الواتساب اللي موجود اسفل الفيديو واللي تتصل به على الواتساب حتى تقدر انه يكون الاتفاق حوله الدورات الموسيقية حتى لمدة الاشتراك. لاحظ قدامكم هذا التمرين، تمرين 15 راح يصير، تلاحظوه راح يكون عندنا به شغل، وهو دو مي صال دا سي دا. اوكي، فبي شغل راح يكون، وهذا الشغل لازم يحتاج لك انه تتمرن تمرين اساسي وتمرين حقيقي وتمرين صحيح، ويحتاج لك شويه تركز به. كل ما راح تتقدم التمارين كل ما راح تكون اصعب، فراح يصير عندنا كالتالي: تتمرنون على التمارين حتى تقدر تعرف تقرأ نوتة، لأنه طريقة تكتمون بالعربي أسفل النوتة هاي جدا مرفوضة بالعالم الموسيقي والأكاديمي، وهي طريقة جدا غلط. أتمنىكم موفقين، ولا تنسون اللايك والاشتراك، وإضافة لهذا اللي حاضر ويريد إنه دورات موسيقية بالغناء أو تعلم العود، أنا جاهز يتصل بالواتساب ويستفسر من عندي. وميت مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم، مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.